مرحبا حبيباتي، اليوم غنوريكم كيفاش غنصايبوا الحليب المركز المحلى بحال اللي كنشريو من برا. الوغ كيفاش كتعرفوا دابا العيد قرب، فاحنا غنحتاجو في بزاف د الوصفات، فقلنا علاش ما نصايبوش بطريقه سهله. كاينين جوج طرق. الطريقه الاولى كيحتاج انه يتطبخ، هذيك كتبقى مده اطول عندنا في الثلاجه، وكاينه الطريقه الثانيه اللي سهله ولكن كتستهلك في مده قصيره، يعني ما تخليوهاش طول. الوغ عندنا، انا كنت غنعطيكم العبارات في هاد لي كاب، مي قلت الاغلبيه غيقول لك لا ما يعرفوش كيفاش وكيسان وهذا. فالكاس اللي غتاخذوا به العبار او المقاييس هو اللي غتاخذوا به جميع المقاييس. عندنا كاس ديال السكر، عندنا كاس ديال الحليب المجفف او الحليب الجاف. انا استعملت نيدو حيت نيدو نفس الشركه ديال نسلي فغادي يجي احسن. عندنا نص كاس ديال الماء ومعلقه كبيره ديال الزبده، خاصها تكون بدرجه حراره المطبخ، ومعلقه صغيره ديال الفانيلا. الوغ كناخذوا المكونات كامله كنديرهم في الميكسور، الحليب مع السكر مع الزبده. طبعا الزبده حطيتها فوق الماء، الماء خاصو يكون يعني طيب، يكون غالي، وتاكدوا ان الميكسور تكون عندكم كتحمل من درجه الحراره. ناخذ واحد المعلقه صغيره ديال الفانيلا، فوالا دابا غنديرهم يتضربوا وهو سهل جدا. صافي كتخليوه في الثلاجه حتى كيجمد وكيخبط راسو وكتحصلوا على الحليب مركز محلى. الوغ ضروري تاكدوا انه تخلط مزيان ويوقع لنا حتى شي كتولات وحتى شي كويرات ديال الحليب. كيف كتشوفوا فهو هكا دابا جاهز، غنديرو في قنينه وغنخليه في الثلاجه ونوريه لكم من بعد. كان كيف كتشوفوا كديروه في قنينه ديال الزاج من الافضل، هكا القوام ديالو خاصو يكون. كتخليه واحد ساعتين في الثلاجه تقريبا، من بعد ندوز نوريكم الشكل النهائي ديالو بعد ما كيبرد ويشمد تماما. اذا حبيباتي كيف كتشوفوا معايا، فهذا هو القوام والشكل ديال الحليب المركز المحلى اللي صوبنا بعد ما كيبرد تقريبا، خليته واحد ساعتين في الثلاجه كيف كتشوفوا. يعني صراحه النتيجه بحال نسلي، حتى في الشكل وفي اللون في القوام. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه، ولا عندكم شي تعليقات خليو لي كومنت. بصحة وراحة، باي باي.